ايش ما استقبله؟ اي شلون هو جاي الطيف ما استقبله شلون؟ مال الركبي اللي اجى وسواه قصة. لا شوف مال الركبي اول شيء ما عندنا البرنامج انه راح يجي. راح يجي رئيس الاتحاد الاسيوي، رئيس الاتحاد العربي، احنا ما نشتغل مسجات مؤسسة، ما تشتغل مسجات تليفون موجود رئيس الاتحاد بك يجي يقابلك، مو صحيح. انا اروح هناك اقدر اسويها وياهم؟ خلي شوية واحد يعرف شلون يتصرف، يعني احنا هم بلد له قيمة. حلو. يعني لا نروح بهالمجاملات، مع احترامي لهم والكل، بس احنا ايضا بلد عزيز، واحنا هم عندنا شموخ عالي، يعني مثل ما تعامل لازم تتعامل الآخرين. يعني المفروض يسلك الطرق الرسمية في مقابلة رئيس اللجنة الأولمبية. ما راح يجي يدزلك مسج يقول لك موجود بكت رئيس اتحاد يقابلك. جيد. ذكرت لي راح يجي رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية وتحدثنا عن توقيع البروتوكول التع... إسبانيا ايش راح تستفاد من العراق؟ ليش موقع هذا البروتوكول؟ تستفيد، شوف، لأنه العلاقات مهمة. جيد. والعلاقات من تكون طيبة وأيضا بها جانب إنساني وجوانب أخرى، إنه يعني يقول لك تعال استفيد من خبراتي كاني بلد إسباني محقق كذا ميدالية ذهبية في دورة الأولمبية من خلال هذه الألعاب اللي ممكن أنت تستفيد من أدها، فيعني مو خسارة. يعني أكيد مو خسارة، بس أقول هم مش راح يستفادون من عدها، يعني يستفيدون إنه راح يعطيك الخبرة، وأيضا معسكرات تقام في إسبانيا للاتحادات الثلاثة أيضا أكيد راح يستفيدون من خلال إقامة هذه المعسكرات. طيب، يقال إنه صرف الأموال باللجنة الأولمبية من سنة 21 إلى اليوم غير قانوني،